تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدنهم الاصلي وقت الشدايد. يلي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه. بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر الامه العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش خليها مره ثانيه. تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بفلوس يعني بسرعه. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبليه شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعه وربع بالسياره. الاوامر اللي اجتني من القياده اني امن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. على فكره انا كنت قلقان عليكم قوي. الحمد لله ان انتوا رجعتوا بالسلامه. شكرا يا حسين. انت بتعرفي ان انا كنت بطل مصر في الوثب الطويل، وكانت امنيتي طول عمري ان انا اخش الاولمبياد واخد ميداليه. بس انا بعد ما عرفتك يا نضال معنى البطوله نفسها اتغير في عينيا. انا اكتشفت ان في ناس عمرهم ما خدوا ميداليه ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش أي حد في الدنيا يقدر يعملها. صح. وراح دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الأرض. أوباي! لو كنت معاك، لو كنت معاك يا إبراهيم، ده كانت الدنيا اختلفت، ده أنا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في إسرائيل ويرن. أصل بص، خبطة الروسية دي ليها أصول، وأنا الروسيات بتدرس عندنا في منشية ناصر وفي الدويقة. يا ابني اسمع، بص اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروعه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات، يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقول لك ايه يا تهامي، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا، ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي واضرب في الحقن، ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت ايه يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في يالا بس 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 بقى ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟ انتوا مفكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المال مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كتيان في نفسه كده بيهر كتير. كتيان في نفسه؟ اه هو كتيان في نفسه فعلا.